عظيم الجسم يسير تابع من ذخر النحر كما تنبع عين. وويلا أيوة حسينة أيوة حسينة ذو جناح أكبر من الميدان خالي. وويلا أيوة حسينة وويلا أيوة حسينة خرجت مرسمعة زينب وإعوال الجواد تحسب السلطة أتاها بالذي يهوى الفؤاد ما درت أن أخاها عافر في بطن واد ودم المنحر جار خاضبا للمنكب. وويلا أيوة حسينة وويلا أيوة حسينة ذو الجناح أقبل من الميدان خالي. وويلا أيوة حسينة وويلا أيوة حسينة ويا من عظم مصاب لبس الثوب السواد ويا بالكفين فوق الراس محزون البلاد وتنادي اين خلت جناح اخذت من الميدان خالي. وويلا وويلا
اسقيني الماء يا هدى، اسقيني الماء بقط. طبعاً وزيد، هل نسقيكم الماء؟ نحن قتلنا الحسين عبدان وتريدنا أن نسقيك الماء؟ أيها الوالد، لما هذا القرآن؟ نجا جوشك؟ لا لا، إن هذا الطفل يريد الماء ونسقيه الماء؟ أسقيه الماء أيها الوالد. يا أمير، إنه يريد الماء، أو نسقيه؟ هاتها، هيا تحرك. أكلت أمك على مستوي يا ذات يد ويد. أريد الماء، هيا اشرب الماء. أحسنت الفعل يا ابن ذي الجوشان. هيا ذوحوا لسلطك. خذه إلى الرب. هيا وأنتم أيها الأولاد قبل أن يتألم الرأي العام علينا أتحبونا في داخل حول الدار. ماشي خالي حبيبي. تفرج على ركب الخوارج فليتقدم، إنها زينب ابنة الزهراء وخلاتينا بها مسبية،
بعد أن قتلنا كفيلها العباس وفضخنا رأسه بعمد من حديد. يا زينب يا زينب قومي فاخلع العز والبس الإذلالة وصوتي باسم من أردت فقد أبدناهم جميعا قتالا. هيا أضرب. Yeah.
ويقوم بالله ما بهم رحال. احتار يا